وبعدين بتلاقي ناس كتير قوي زعلانه تقول لك ياه ده انا جاني السكر، ده انا زعلانه، ده انا تعبانه. على رأي المثل اللي بيقول ان عاش العود اللحم يجود، طول ما انت لسه عودك موجود التخن والرفع ده هيروح ويجي. اظبطي حالك هتلاقي نفسك رجعت تاني زي الورده المنوره، وما تزعليش نفسك. وهندخلها الفرن، مش هتاخد وقت عشان ما ينشفش، ما تسيبهاش تنشف. ست جهاد مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء اهلا الفل. بحضرتك، ازاي حضرتك يا مدام غالية؟ اهلا بيكي وباهلا بالسعيد، منورة كل قناة حضرتك بتظهري عليها. ربنا يخليكي. والله يعني وحشتينا من لما نقلت من قناة لقناة تانية، وحشتينا وكنا يعني هنموت عشان نشوفك. ربنا يديكي طولة العمر والصحة. والله وبنشكر حضرتك على كل حاجة حلوة حضرتك بتعمليها، ده كله من ذوقك ومن اخلاقك العالية. يسلم ايديكي حبيبه قلبي، وكل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الام. وانت وبقول طيبة. لمامتي الحاجه فاطمه رفاعي كل سنه وهي طيبه وربنا يشفيها ويخليها لي يا رب. يا رب دايما كده، كل حبايبك ما تشوفيش فيهم يوم وحش يا رب، اللهم امين يا رب. وحضرتك كمان. وجربي البطاطا البيضة دي، اعمليها صينيه، هات حلوه قوي قوي ومفيده كمان لمرضى السكر. هي حلوة عشان من ايديكي كل حاجة بتعملها لنا جميلة والله العظيم، وبنستفاد من حضرتك كتير جدا. ربنا تسلمي. يخليكي لينا يا رب. انا لسه كنت بقول ان كل مرضى السكر يمشوا على قد ما يقدروا، وما يشيلوش هم، وما يقعدوش يفكروا ولا يكتئبوا. انت ايه رأيك؟ هو اكيد حضرتك عندك حق في اللي انت بتقوليه، هو الواحد لما بيشيل الهم او بيبقى فيه مشاكل هي دي بتبقى اساس كل الامراض اللي بتيجي للناس. بس هو في الوقت حياة من غير مشاكل ومن غير ما حد يشيلها هم، ما كانش حد تعب يا ست غالية. معلش، ما هو بس لسه هو اقول لك. المفروض برضو ان الناس يعني ايه تحاول على قد ما تقدر ان هي تتخطى اي حاجة بدل ما تيجي على حساب صحتها. ما هو السكر ده يا اختي عامل زي القنديل، زي عذاب القنديل بالظبط، تحتيه ميه وفوقيه نار. ايوه فعلا، عشان كده كده لازم نتعود عليه ولازم نصاحبه. نصاحبه. انا عندي السكر كلنا. انا عندي السكر وعندي 37 سنة، يعني هو جاي لي بقاله سنتين. ربنا ان شاء الله يشفيكي وتبقي زي الفل. ان شاء وامشي الله يا بس كده، حبيبتي. ان شاء الله. امشي بوصفة الكف بتاع غالية. اكيد اكيد والله يا ست غالية، هتبقي زي الفل. اكيد ان شاء الله يا رب يشفي كل الناس كلها يا رب. اللهم امين يا رب حبيبتي، ما نتحرمش منك وكتر خيرك على التعب اللي انت بتتعبيه عشاننا. وميرسي ليكي وللقناه الجميله اللي جابتك لينا، يعني بنشكرها جدا. ربنا يخليك. وبعدين في كمان حاجه عاوزه اقول لك عليها، لو حد زعلك ولا ضايقك حبتين هاتي كده، وما لقيتيش حد تفضفضي ولا تتكلمي معاه هاتي ورقه واقعدي اكتبي فيها، هتلاقي نفسك رقتي. خلاص ماشي، دي وصفه جميله. وصفه جميله، ما نتحرمش من الضحكه بتاعتك الجميله دي كمان. تسلمي يا قمر. ماشي، مع ألف مع سلامة، ألف سلامة. شرفتيني. هنشيل بقى الحلة دي. بصوا، الصدور الفراخ لما تحطيها في الفرن، لو انت ولا زيت ولا سمنة ولا حاجة، معلقة زيت زيتون بس، وتخلي النار عليها حلوة، عشان أول ما هتنزل ميتها هتروح متحمرة على طول وتبقى مشوية 10 على 10 زي الفل. عشان لو انت عندك صاجة أو شوية شويها، ما عندكيش خلاص حطيها كده في صينية في الفرن وحطيها كده، هتبقى معاكي زي المانجا. وخلي الراجل يقطعها لك تخين شوية عشان خاطر ما تنشفش في الفرن، وتبقى ايه لما تبقى رفيعة زي البانيه اللي بنقليه هتنشف في الشوي، لكن خليه يقطعها لك تخين شوية، أو انت قطعيها في البيت تخين شوية. العدس بقى ما بياخدش فورتين زي الفل، هوريكم شكله. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بصوا بيبقى مفلفل وكهرمان، اهو بصوا عامل ازاي اهو. خدي بقى منه وشكلي، مالكيش نفس تاكلي فول، دمسي شوية عدس زي دول،
يبقى بألف هنا وشفا زي الفل. حطي فيهم زي انا ما هعمل، طبعا احنا قلنا مرضى السكر على قد ما يقدروا ياكلوا بصل، فهنحط معاه قرن فلفل احمر كده يكون بارد، هنحط معاه شويه بصل وشويه زيت زيتون، بصل اهو. كلي بقى، مش عاوزه تحطي فيه بصل مخرط عادي، كلي معاه بصل اخضر هيبقى برده زي الفل. النهارده شغلنا كله بزيت الزيتون، وهنحط شويه ملح وشويه كمون. ادي الكمون، الملح كان معايا اهو، خدوا الملح مني ولا ايه؟ ادي اهو شويه كمون، الكمون حلو وبيهدم اهو. يا ست ام بطه، يا ام بطه ازيك يا غاليه؟ هل هلالك شهر مبارك. ازيك يا غاليه، وحشاني، عامله ايه؟ تسلمي، انت فينك؟ مش سامعين صوتك الحلو ولا كلامك الجميل. والله كنت تعبانه شويه يا غاليه. الف سلامه عليكي. انت عامله ايه؟ وحشاني يا غاليه. تسلمي، الحمد لله احنا بخير. بس ايه الاكل الجميل اللي انت عملته كده؟ هتخلي مريض السكر ياكل كتير كده؟ لا، هو كله اكل، مش هيضر حاجه وزي الفل، بس احنا لو مشينا على كف ايدنا. لا ده هما كده الاكل انت مزوقاه، هياكلوا كتير كده. وكمان هحط عود بقدونس كمان كده حلو في قلب العدس. انت اكلك جميل والله يا غاليه. تسلمي وتعيشي. ما احنا كده دايما الناس يا مبطه اللي يجيله السكر يزعل ويحس انه مش هيقدر ياكل، وهياكل يقول لك يا مش قادر. لا لا لا. وازاي السكر ده بقى مرض العصر دلوقتي، واقول لك ايه، ربنا يشفي كل مريض يا رب يا رب. ربنا يريح بالك ويكثر من امثالك، بتفرحي الزعلان وبتساعدي الغلبان وبتساعدي البسيط وبتعملي كل حاجه على قد الايد. يا غاليه يا ام الغاليين، يا غالية دايما في القلب عالية، وحاسيني يا معرفانا الأكل البسيط ودايما على قلبك، كل خطوة بتخطيها ربنا بيبارك فيها، بندعيلك ربنا يحميكي ويكثر من أمثالك، ما هو ده الصعب البسيط ودايما على قد الإيد. أنا ببعت سلامي للأستاذ الإعلامي الكبير محمد جوهر، بقول له وحشتنا مصر بتنادينا، ويا رب يبارك فيك ويخليك لينا، أنت القلب الكبير ومعاك بنشوفك كتير، ربنا يخليك ويحميك ويخليك لمصر، مصر محتاجاك ليك، يا رب تيجي وتنورها وتكترها، ما هي دي أمنا، ربنا يحميها ويبارك فيها، هو حد يقدر يأذيها وهو مولود فيها؟ إحنا محتاجينك علشان أنت حتة منها، ربنا يخليك ويبارك فيك، ترجع لنا بألف سلامة يا رب. تسلمي وتعيشي يا ست الكل، وكلامك الحلو. وحشتونا قوي قوي قوي، بقى ببعت سلامي لكل الكاست اللي عندك وكل اسره البرنامج، وللشيخ عبد الله اللي وحشنا قوي ونفسنا نشوفه، والف سلامه عليك يا سفيرنا يا كبير يا اللي قد الدنيا دي كلها. الله يخليك يا ست الكل، انت النهارده شرفتينا، وكلي بقى النهارده بقى عدس وبرغل وخضار مشوي وحاجه زي الفل. وخدي بقى حماده عز عايز يسلم عليك. هاتيه. الو، ازيك يا عزو؟ الحمد لله يا ست غالية، عاملة ايه؟ تمام. يلا غني بقى اغنية حلوة. ماشي. حلاوتي الأكلة الشعبية، بتغطي الروح ومغذية، حلاوتي الأكلة الشعبية، الأكل الشعبي مفيد لينا وينسل بينا ويقوينا. شاطر، شرفتونا النهارده. سلام. مع ألف سلام. هنرجع احنا طبعا عملنا البرغل وعملنا معاه خضار مشوي وعملنا دمسنا عدس وحطينا فيه خرطنا فيه بصل. طبعا زي ما قلنا ان البصل حلو قوي قوي لمرضى السكر، سواء ني او مستوي بيبقى حلو. كلي معاه بصل اخضر، كلي معاه طماطم مقطعه، على قد ما تقدري كلي خضار وكلي حاجات ما فيهاش دهون وما فيهاش زيت بيبقى زي الفل. هنعمل بقى البروكلي. البروكلي زي ما قلنا هنقطع
العروق دي لوحدها عشان هنزلها قبل ما نحط الزهره بدقيقه او دقيقتين، لانه كله اول ما الميه هتغلي هنسقطه ونروح طافيين عليه، لانه ما يغليش كتير او ما يغليش اكتر من دقيقه، عشان دي بس بتبقى العرق انشف شويه من الزهره. فاحنا هنحط الاول العروق، وبعد كده اول لما تاخد غلوه واحده هنروح حاطين الزهره وقافلين. عاوزين بس ايه نعمل، هنخرط بقى بقدونس عبال البطاطا بس ايه ما تستوي. هنعمل طبق سلطه، لو مش عاوزه تاكلي خضار مشوي كوليني برضو حلو زي الفل. الايام دي كل حاجه في الخضار حلوه، داخلين بقى الربيع وشم النسيم والخضار عمال يحلو.